إذن الجانب الروسي يقول بأنه الهجمات التي نفذت في بلدات منها كييف ليلة رأس السنة كانت لاستهداف مصانع تقوم بتصنيع مسيرات أوكرانية في الداخل الأوكراني. برأيك هل هذا التصريح يوضع في سياق تبرير هذه الهجمات التي ربما لقت انتقاد واسع لموسكو بشأن استهداف هذه البلدات وتحديدا كييف ليلة رأس السنة؟ مساء الخير لك ولجميع المشاهدين، وكل عام وأنتم بألف خير مع قدوم العام الميلادي الجديد. في الحقيقة أن كييف عاشت يوم أمس وليلة هذه الليلة ساعات عصيبة، حيث تم استهدافها بأعداد كبيرة من الصواريخ والمسيرات الإيرانية الصنع. ولست أدري عن ماذا يتحدث بالضبط المتحدث باسم الجيش الروسي، في حال اعتبار أن الفندق الذي يقع على بعد 200 متر من منزلي والذي تم استهدافه بالأمس بأحد الصواريخ يعتبر مصنعا للمسيرات الإيرانية الأوكرانية أو كلية الأحياء والطب في جامعة تراس شيفتشينكا، تعتبر معملا لإنتاج المحركات لهذه المسيرات الأوكرانية. لست أعلم كيف يتم تحديد هذه الأهداف، ولكنني أستطيع التأكيد أن 90% من الأهداف التي يتم استهدافها في أوكرانيا هي أهداف مدنية وموجهة نحو المدنيين الأوكرانيين والبنية التحتية المدنية، وليس لها علاقة أي علاقة بالبنية التحتية العسكرية. وإذا أخذنا بعين الاعتبار دراسة بسيطة تم إجراؤها منذ شهرين تقريبا للبيانات التي يصدرها الجيش الروسي على لسان المتحدث باسمه، سوف نلاحظ أنه تم حتى ذلك الوقت تقريبا القضاء على أو قتل ما يعادل مليون جندي أوكراني من أصل 200 ألف الذين هم تعداد الجيش الأوكراني الرسمي، وأيضا تم تدمير بثلاثة أضعاف عدد الطائرات التي تمتلكها أوكرانيا، وعلى الرغم من ذلك ما زال الطيران الأوكراني يطير في الأجواء الأوكرانية. طيب دكتور سعيد، كما تعلم دكتور سعيد، ثلاثة عسكريين لقوا حتفهم في استهداف منطقة ساراتوف، تحديدا مطار إنجلز العسكري. برأيك هل ستستخدم روسيا ما حدث أو هذه الحادثة التي راح ضحياتها ثلاثة عسكريين ويتم التحقيق في هذا الأمر، خصوصا وأنها تستخدم لفظ العمليات الإرهابية أو الهجمات الإرهابية عندما يتعلق الأمر باستهداف إحدى منشآتها، هل ستستخدم هذه الحادثة ربما مستقبلا أو خلال الأيام المقبلة لتكثيف ضرباتها على عدة بلدات وتحديدا كييف؟ يجب علينا أن نأخذ بالأسباب. بداية ما يجري داخل روسيا هو شأن روسي حسب البيانات العسكرية التي تطلقها القيادة العسكرية والسياسية الأوكرانية الروسية، حيث أن غالبية هذه الحوادث التي تحدث في المواقع العسكرية الروسية ناجمة عن الاستعمال السيء لسبل الأمان في تلك المواقع حسب البيانات الرسمية الروسية. والبنية التحتية المدنية لا تقوم باستهدافها القوات الأوكرانية على الإطلاق، وحتى لو كانت وراء هذه الحوادث في روسيا أوكرانيا فهي بنية عسكرية تعتبر شرعية من ناحية القانون الدولي في لأوكرانيا، لأن أوكرانيا تقوم بالدفاع عن نفسها في العدوان الروسي الذي بدأ في 24 الشامل، العدوان الشامل الذي بدأ في 24 من فبراير، ولكن الحرب الروسية على أوكرانيا بدأت عام 2014 باحتلال شبه جزيرة القرم. لذلك جميع ما يقوله الجانب الروسي حول أن أوكرانيا تقوم بأعمال إرهابية داخل الأراضي الأوكرانية الروسية هذا عار على الصحة ولا يتوافق مع القانون الدولي الذي يسمح لأوكرانيا. ولكن دكتور سعيد، أنت ذكرت مبررات للجانب الأوكراني في استهداف العمق الروسي، وحقيقة ضرب العمق الروسي منذ بداية هذه الأزمة
كان بعيد الحديث تماما في أذهان المتابع لهذه الأزمة. الآن يضرب العمق الروسي، يتم الحديث عن ضربة قوية لسمعة موسكو في هذه الحرب. ألا تتوقع كييف وأوكرانيا الدول الغربية برمتها الداعمة لأوكرانيا مزيد من الضربات، ارتفاع حدة الهجمات الصاروخية من قبل روسيا في الفترة المقبلة؟ ألا تستعد أوكرانيا لهذا الأمر؟ في الحقيقة أن الجميع يعتقد ويرى أن روسيا استخدمت عمليا كل ما بوسعها وفي جعبتها في حربها ضد أوكرانيا خلال العشرة أشهر الماضية، واستخدام السلاح الصاروخي والهجمات المكثفة على البنية التحتية هي من أجل الضغط على المجتمع الأوكراني لإجباره على الضغط على القيادة السياسية للجلوس على طاولة المفاوضات من أجل الحصول على تهدئة عملياتية أو تجميد الصراع على الجبهات في ظل الخسائر الكبيرة التي تتلقاها القوات الروسية على الجبهات. وكما ذكرتم فإن الاستهداف هذا العمق للمرة الثانية عمليا خلال شهر، استهداف مطار إنجلز، يعتبر عمليا إهانة كبيرة لبوتين ولتصريحاته حول الدفاعات الجوية التي لا مثيل لها والتي تتفوق بشكل كبير على باتريوت القديمة والتي سوف يقومون بتدميرها. ولكننا نلاحظ أنه خلال شهر واحد تم استهداف نفس المطار الاستراتيجي الذي يعتبر قاعدة طيران هامة جدا تحتوي على مخازن للسلاح النووي والرؤوس النووية والتي يتم منها أيضا استهداف الأراضي الأوكرانية بصواريخ بعيدة المدى، يتم استهدافها مرة أخرى في عجز واضح للدفاعات الجوية الأوكرانية الروسية، وليس فقط في مطار إنجلز. بالأمس دوت أيضا صافرات الإنذار في العديد من المدن الروسية، ولكن لم نحصل على معلومات حول حدوث انفجارات هنا أو هناك. ويجب أن نلاحظ أن في إحدى المدن الروسية التي تبعد حوالي 6000 كيلومتر عمليا عن الحدود الأوكرانية يتم إجراء تدريب على الإنذار الجوي والنزول إلى الملاجئ.